هذا مجتمع يقول أنا شاب مبلغ من العمر 22 عاما، ومشكلتي بدأت عندما أردت الارتباط بابنة خالي ابنة عمتي أيضا، ولكن قبل أن نقدم على أي خطوة فوجئنا بالأمر التالي، وهو أنني أنا وأخوها أخواني من الرضاعة من جدتنا أم أبي وأم أمي، مع العلم أن عدد الرضعات لم يتجاوز الخمس رضعات وكنا غير مشبعات. هل هذا الأمر يؤدي إلى عدم ارتباطنا أم ماذا؟ نرجوكم ساعدونا لأنني في حيرة من أمري، جزاكم الله خير. إذا كانت هي لم ترضع من جدتك وأنت لم ترضع أيضا من جدتها فلا مانع، ورضاع أخيها لا يؤثر على زواجك منها، لأن حكمه يختص به ويقتصر عليه على المرتضى فقط. نعم.